أوف. هلا صباح الخير. أعتقد تبقى كده كويس. كده قلت صح. تمام. فين ال بتاع ده؟ أنا جربته. ربيع لسه عامل له مراجعة. لطيف جدا في الألعاب يعني، بس في الألعاب اللي هي مثلا لعبة اللي بلعبها اسمها إيه؟ جينيشن امباكت. لطيفة بيها، عالم مفتوح يعني، وبتمشي وبتضرب وكده، لطيفة. كان مش هينفع تلعب بيها بابجي مثلا. بابجي مش لعبة بالمناسبة. لعبة، أنا فاهم قصدي، بتريق إن هي مش لعبة يعني، حاجة سيئة للغاية يعني. هي سيئة للغاية، بيحطها في مقارنة مع ألعاب كبيرة مثلا، ما ينفعش. ما علينا يعني، المهم ان هو لطيف جدا. وربيع هيعمل عنه ريفيو امتى مش عارف الصراحة، ولكن الفيديو ده هينزل قبل ما هو ينزل فيديو. فعملت هسيب لينك الشام بتاع ربيع في الديسكريبشن، ببص عليه بس يعني. حاليا هقعد امنتج الجزء بتاع امبارح ان شاء الله. في خبر حزين جدا، المايك بتاعي اتكسر. عامل ايه؟ الحمد لله اتصلح يعني. مش انا صلحت المايك، مشكلة ان الحمد لله اتصلح المايك، بس ما عادش بيلف يعني. فاهم كده؟ شوف كده. بص الفوتج دون. يلا بينا. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير من مدينة السلام. احنا دلوقتي رايحين لأشهر حد بتاع فول في مدينة السلام. تما انت ماسك الكاميرا غلط يا كابتن، بتلعب غلط يا كابتن. ربيع انا عايز اروح. مشهور هو ده؟ فوله؟ هو ده فوله. ان شاء الله بس ان شاء الله مختلف يعني. ايه نقطة؟ يس. يعني ما شاء الله احنا بقالنا حوالي 10 دقايق ماشيين عشان نيجي العربية الفول دي. هل تستحق هذا العناء؟ والله انت هنجرب في البيت ونشوف. خلاص نشوف الموضوع ده. انا جربته قبل كده بس انت هتجربه ونشوف. ماشي هنشوف. يلا بينا. الله اكبر. كنا بنقول ايه بقى؟ نركز كده لحظه. حوار الكسل وتتغلب عليه. مش عايز اكون بدي حلول الموضوع، بدي يبقى فيه بوجه لك كلام وتعمل كده وتمشي كده. الموضوع بحاول اشارك الافكار اللي في دماغي، وانا بحاول اتغلب على الكسل الفتره دي، عشان كده بدات دي الفلوج. واللي بحاول اعمله حاليا ان ادرك قيمه الوقت ده واحاول استغله باكبر قدر ممكن. وسبب تاني رئيسي للكسل وهو عدم معرفه قيمه وقتك. انت كانسان مش هتعرف قيمه نفسك الا ما تعرف قيمه وقتك، سواء ان انتج اليوتيوب فلوجز او كذلك في الشغل والى اخره. فدي نقطة مهمة جدا. وكونك شخص مسلم ده سبب كافي ان انت ما تبقاش كسول، لان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يسأل المرء عن خمس، منهم عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه. فانت هتسأل عن وقتك ده كله، زي ما بتسأل على اعمالك هتسأل عن العمر اللي انت عايشه ده. لو ادركت المعنى ده يعني ان شاء الله هيعينك على التغلب على الكسل. طبعا مفيش شخص مثالي، مفيش حد بيرفكت، كل الناس تصيبها فطور، بنقعد ساعات ايام ما بنعملش حاجه ومفيش انتاجيه خالص. ده طبيعي جدا لانك بشر. الفكره ان انت تجتهد وتسعى، ان الشعور ده ما يتملكش منك، وان يومك يعني ما يعديش كده وخلاص، على الاقل يكون في انتاجيه حتى لو بسيطه. ونرجع لنقطه غياب الهدف. اعتقد مفيش حد فينا ما عندوش هدف. انك عايز تعدي الترم ده على خير، ده هدف محتاج انك تبدا تذاكر من دلوقتي. كونك انك عايز توصل لمليون سبسكرايبر، محتاج انك تجتهد في المونتاج، تجتهد في الابلود، تستمر على المحتوى. بص نمره، ما انت عندكش هدف خاص في حياتك. انت بما انك شخص مسلم فاكيد عايز تخش الجنه، فده يعتبر هدف، انك تسعى تجتهد في العبادات، تصلي الفروض في وقتها مثلا، ده هدف عظيم جدا. كذلك دي ابسط الامور يعني، فكره انك تخش الجنه ده هدف عظيم جدا واسعى ليه. وكذلك امور الدنيا هتخدم على الهدف ده، زي ما قلنا ان انت شخص مسلم كل حاجه في حياتك بتصب بتاخد فيها نيه ان شاء الله حسنه تصاب عليها، فبالتالي بيعينك للوصول للهدف الاكبر. طبعا كل ده بتوفيق من الله تعالى. واهم حاجه زي ما ابو الرحمن عمرو قال، الاستعانه بالله سبحانه وتعالى في كل كبيره وصغيره يعني. طب يلا عشان ناكل ولا ايه؟ ماشي يلا يلا بينا. انت هتتكلم كمان؟ لا حاليا المفروض ربيع بيسجل فيديو. تمام.
هلا حاليا احنا متاخرين ساعة تقريبا على احمد هشام وفوض اروح قبله بقالي ساعة ولكن المواصلات ونمت وانا في الطريق نزلت بعد ما كان ابعد. المهم يعني خلينا نشوف احمد هشام. مش هنقعد فين؟ تيجي نتمشى. تعال نتمشى عادي. انا فاهم مش اول مرة اشوفك. مش لا مين. حبيبي من ده لا انا بجد حاسس ان شفتك قبل كده فاهم يعني شفتك قبل كده في فلوجز مثلا لا شفتك لو شفتك وحضنتك يعني انت فاهم نفس حضنك بس بقى انت عارف الاجواء وكده فاهم والله ياخد فرض. انا اشرح لكم هي ايكيا متصممه بسيركيليشن معين. يعني ايه سيركيليشن؟ اللي هو مسار الحركه بتاع الكلاينتس جوه المكان تمام. فمثلا هتلاقوا ان الفراغ ده يعني ممكن الفراغ المسار يبقى من هنا لهنا على طول بس هم بيعملوا مسار طويل كده وبيلف عشان مثلا لازم كنت هتمشي هنا تتفرج على 3 سراير لا انت هتمشي هنا وتتفرج على 20 30 سرير فنسبه ان انت تشتري تبقى اعلى. بص يعني امتياز. انت شفت الفيديو بتاع الرينوفيشن صح؟ اه. ايه رايك فيه؟ والله جميل ان شاء الله عليك. يعني ايه رايك في المكان؟ والله جميل. انا مبسوط ان شفتك ده اهم المكان. مش بجاملك حبيبي يا فرد والله حلوك الله يرضى عليك. عادي عايزين لك كمان حلو ال حلو ال تقيلة يا حلوة بالظبط. اصل كل اللي انا بجيبهم بيو انا عايز اعرف منك جرافيتو بقى. تمام نتكلم دلوقتي يلا نحط هنا عادي ممكن قشطة عادي. مش انا كنت بتكلم ليه بقى دي فلوجز عشان اتغلب على الكسل وما شابه ذلك فكنت بتكلم على الموضوع ده برضو. دي ثانية واحدة براحتك خالص براحتك عشان ما بتطلبش امك على الحاب. تمام ماشي هنجرب اللينس بتاعت احمد هشام. اه اعمل بقى حركة اللي هي خلاص ماشي تمام. ده اقصى حاجة هيبقى نفس الوايد على فكرة مختلف بس تمام. اه تمام تمام اوبا اللهم بارك نفس الوايد مش حاجة اختلفت بس اللهم بارك يعني ممكن نشيلها جامد. هو نفس الواد ما اختلفش تقريبا بس عايش يعني عشان بتاعتي بالظبط كده بالظبط عايش اللهم بارك ربنا يبارك لك فيها. عايز اقول حاجه احمد هشام هو السبب اللي انا اجيب الكاميرا بجد حرفيا بجد. انا كنت شفت فلوجز ليه كنت انا اول فيديو قابلني هو بتاع ايه الثانويه ايوه شفته كان جامد جدا قوي. لقيت قلب فلوجز اللي بعديها قلت ايه الجمدان ده قلت انا هرجع اليوتيوب والله حرفيا والله بجد انا كنت موقف فتره كبيره يعني قلت ارجع اليوتيوب مش خليه يعمل عظمه لوحده كان هو شجعني جدا الهمني جدا ان انا ارجع و انا اول مره اسمع الكلام ده منه جدا اصلا والله بجد لازم اقوله. واحمد هشام ما شاء الله هو اجمد واحد مش بيتبلق بيعمل كستوري تيلر يعني ما هزرش والله حاليا اجمد واحد بس هو موقف عشان هندسه نور ربنا يوفقه شوخ يعني تحت عيني اسود وعيني حمراء بس هو ما شاء الله جامد جدا قوي يعني في الموضوع ده بس مش بطبل لك والله بس صدقا هو ده الواقع يعني. محمود فوزي واحمد هشام الاثنين عندهم اتشال ماشي حبيب ماشي كويس. حصل لي الفلوج اللي فات حوالي 3 سنين الموضوع ده ما كنت في الشروق بجد والله بس اتبسطت جدا يعني فاهم الموضوع تقبلوا الموضوع جدا. هو حوار ان بقى في مثلا ناس على التاني بتوقفني تصور معايا ده حوار مرعب. اوه لسه ما شفتش الموضوع ده حوار مرعب بجد بجد ان شاء الله حوار مرعب. هلا انا مبسوط جدا ان شفت هشام النهارده اول مره اشوفه ولكن اعرفه من فتره كبيره جدا. شخصيه لطيفه جدا جدا يعني الكلام معاه مثمر يعني ربنا يبارك فيه ويوفقه يا رب. طلع صوت ولا تمام امسك لحظه لا لا هي ممنوع تخش الفليكس يا باتنين. هنفضل المشكله دي في مصر ان عندنا ازدواج معايير
ان احنا عادي ممكن تخش بالموبايل. ودلوقتي في موبايلات متطوره جدا زي الايفون 12 مثلا ممكن تبقى بتصور احسن من كاميراتنا. بس ان انت تخش ببادي كاميرا دي جريمه في مصر. هيفضل التصوير مرعب في مصر، مش عارف ليه، مش عارف ليه حتى في الاماكن الخاصه. بس الدنيا دلوقتي بتمطر وانا بغرق وكاميرا فوزي فوزي خد كاميرا. لا عادي وكاميرا الموضوع مش ممكن. تعالى اقعد انا بس فينا كده. دي الموضوع مش مقنع خالص صراحه بالنسبه لي. انا كلمت قلت له ما انا معايا موبايل ممكن اصور فيديو عادي. في بوابه؟ اي بوابه جنبنا ورا. خلاص تمام حط بقى كمان. يلا اوكي. حاليا احنا احترمنا السياسه وانا احترمتها. حاليا مصور موبايل عشان دخلنا بوابه تاني عادي وما شافش الكاميرا يعني دخلنا عدينا عادي من غير ما يتكلم. فمصور الفيديو عادي بالموبايل عادي مش فاهم نفس الفيديو اللي هيطلع بس بكواليتي عالي. ازاي ازاي كاميرا خطر قومي ازاي ولد مش عارف ولد. صراحه الموضوع مش لطيف خالص بس ايش تاني عادي ما اتفصلتش ولا حاجه والموضوع ايزي. نام حرفيا ما شاء الله. مش عارف ليه دايما بنسى اقفل الفلوج ودي حاجه سلبيه مش عارف ليه بس قشطه ابي اقفله حاليا. كنت بقول ايه بس واليوم خلص على كده تقريبا وكان يوم لطيف بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو الفلوج عجبك اعمل لايك عشان ده بيفرق معايا جدا. لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عشان ده بيفرق معايا جدا كذلك. ولو فيديو عجبك قوي قوي يعني لدرجة انك عايز تكتب عايش جدا وجدا شيره. كنت عملت فيديو فلوج لطيف كده ببص عليه انا اسمه عايش مش كفاية يعني بيوضح فكرة السبورت ومش لازم يكون عندي مليون سبسكرايب عشان تشير الفيديو تمام. ممكن تشيره دلوقتي عادي. فبس ولو عندك كومنت لطيف او انتقاد باسلوب كويس بدون يعني ها كده اتفضل قوله. وبس نشوفكم قريب يعني او كمان 4 ايام ان شاء الله. سلام.